السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في حلقة جديدة من حلقات لاشين يوتيوب فصيل. إن شاء الله خلال الحلقة هذه راح نتعرفوا على دالة باقي القسمة في توربو باسكال. طبعا كما عودناكم يعني في يعني باستعمال هذه لا فيرسيون يعني جديدة اللي في يعني توربو باسكال. أول شيء راح نشوفوا كيفاش نستعملها، ثاني شيء راح نشوفوا مجالات استعمالات. راح مثلا نطلب من المستخدم على اساس انه يعطينا قيمه معينه. give me a number هكذا. راح نخزن هذه القيمه في القيمه A. الان راح نعرف حبينا يعني نعرف اذا كان القيمه اللي يعطيها لنا المستخدم على انها موجبه، عفوا، انها زوجيه او فرديه. باش نعرفها راح نشوفوا لهنا شويه القسمه الاقليديه، انه دائما يكون عندنا العدد مثلا اكس او ا. مثلا كيما نحن هزيناه مثلا عدد ا، راح دائما نقسمه على عدد 2. راح يكون عندنا عدد اللي هنا هو يعني اللي يكون الحاصل تاع القسمه، ويكون عندنا اللي هنا عنا عدد هو باقي القسم. مثلا لو كان عندنا رقم 6، اذا قسمناه على 2 راح تكون اللي هنا رقم 3 ويكون هنا الباقي 0. مثلا لو مثلا كان عندنا رقم 7 قسمناها على 2 راح تكون عندنا هنا الباقي مثلا 3، عفوا الحاصل 3، وكذلك الباقي يكون عندنا 1. اي بمعنى اخر انه عدد فردي نقدر نكتبوه من الشكل 2 ك، حيث ك عدد صحيح، وعدد عفوا هذا عدد زوجي. وبالنسبه للعدد الفردي نقدر نكتبوه من الشكل 2 ك زائد 1، يعني دائما عندنا الباقي هو 1. هذه بالنسبه للقسمه الاثنين. الان كيفاش نستدل على انه عدد زوجي او فردي؟ نستدل على الباقي تاع القسمه. اذا كان باقي القسمه 0 فهو عدد فردي، يعني زائد 0. اذا كان الباقي يعني يختلف على 0 مباشره فهو عدد يعني فردي لهنا. اذا نشفع جوج حوايج، اذا كان الباقي 0 عدد زوجي، اذا كان الباقي يختلف على 0 فهو عدد فردي. الان راح نعتمدوا على هذه. نحن راح نشوفوا يعني الفونكسيون اللي تخدم لنا الباقي باقي القسمه بالنسبه لرقم 2، اي عدد راح يمده لنا المستخدم. شوفوا باقي القسمه تاعو بالنسبه لرقم 2 كيفاش. نرجعوا للتوربو باسكال هكذا. اول شيء راح نكتبوا انه يكون الباقي يعني يكون في شكل فاريابل، هو مثلا سموه ب ا مود حلو قوس 2 بون فيرغول. اذا دالة يعني هذه A مود 2 هو الباقي قسمة العدد A على الرقم 2 كما شفنا الان. نحطوه في B. الان راح نشوفوا اذا كان ال B هذا يختلف على 0 او لا. نديرو if يعني التعليمة الشرطية. اذا كان نقولوا B يختلف على 0 كيف نقدر نكتبها؟ نكتبوا شرط اكبر واصغر يكونوا الاتجاه تاعهم لبعضهم هكذا. then إذا يعني الكتابة هذه إذا كان ب يختلف على الصفر، يعني رايت الآن هكذا مثلا بأنه يختلف على الصفر يعني نو no، يعني عدد فردي أو أي يعني رسالة أخرى. إلز هكذا رايت الآن هكذا يس يعني عدد زوجي. فقط أنه ما ننسوش أنه نمحو لهنا البون فيرغول طبيعة الحال. عندنا ريد الان حتى يعطينا الوقت انه نقرأ النتيجة. بالنسبة لديكلاراسيون فاريابل، ملاحظة جدا مهمة انه دائما الايكون عدد طبيعي، دائما ديكلارو على اساس انه A انتجر دائما، لانه المود تخدم الاعداد الطبيعية. اذا A راح يكون انتجر، وبالنسبة ل B يكون ريال. يعني ما ندروش على الباقي تاع القسمة قد يكون، او انه نقدروا الاثنين نعملوهم انتجر لانه زوج انتجر، يعني الاختيار يرجع لك انت دائما. راح نشوفوا مثلا مثال، عفوا نسينا لهنا هكذا. شوفوا مثلا راح نعطوه رقم، فقط ننتظر حتى تخرج لنا رفع ناتر. شوفوا امثله هكذا. مثلا الرقم 2 يس يعني عدد زوجي. لو مثلا شوفوا الرقم 997 نو عدد فردي كما تشوفوا. يعني هنا عندنا نعرفوا اي عدد على اساس انه زوجي او فردي او الى غير ذلك.
الان عندنا تطبيق خفيف خلاص، انه مثلا يكون عندنا مجموعه اعداد مثلا من 2 حتى ل 10 او من 2 الى 20، شوفوا يعني نطلبوا من يعني انه يكتب لنا فقط الا الارقام يعني الفرديه. كيفاه تكون يعني يعني الخدمه؟ انه طبعا راح نستعملوا لابوكل لانها فيها قديش من حاجه يعني قديش من حاجه راح تتعاود مثلا، او فيها يعني مجموعه اعداد فور ا مثلا تساوي من 2 حتى نهزو نحن مثلا حتى ال10 سبيل المثال دو، هذه مجموعة الأعداد 2 3 4 إلى غير ذلك. أول شيء راح نديرو المتغير تاعنا بي كما شفنا، على أساس أنه كل إيتيراسيون راح يدير لنا يشوف لنا باقي القسمة تاعها بالنسبة للرقم 2، هكذا نحطوه في البي. إذا كان البي مثلا غيره المرة هذه، إذا كان بي يساوي صفر then لهنا كيما تشوفوا إذا كان في المقارنة نديرو فقط علامة تساوي write then هكذا. إذا ما كانش يعني إذا ما مش يعني يساوي يعني ما يساويش صفر، ما كان يكتب لنا يعني العدد مباشرة ينتقل لحاجة أخرى. الآن عندنا read then بما انه عندنا بليزيو سيليكسيون لازمنا نعمله في الفصل بوكل بعد بيجن واند فيربول طبعا هكذا. الار كما قلنا على اساس انه انتجر والبي عادي ريال. راح نشوفه كما تشوفوا كتب لنا من 2 حتى 10، كتب لنا الى الاعداد الزوجيه ما كتبناش الاعداد الفرديه. كذلك يعني نقدر مثلا نشوفوا مثلا يكتب لنا الاعداد الفرديه، اذا نعمله اذا كان يختلف على الصفر هكذا. أجينا الى مجموعه الاعداد الفرديه اللي هي 3 و5 و7 و9. كما شفتوا حاجه سهله خلاص في يعني في تيربو باسكال، انه نعرف عدد زوجي وفردي او بالاحرى يعني داله باقي القسمه. هذه من يعني من بين استعمالاتها، عندها استعمالات كثيره. حطينا يعني لزوز هذوما لانه على اساس الفيديو انه نشرح فقط الـ يعني الـ الخدمه تاعها يعني دالة باقي القسمه. اتمنى انه كانت الشرح كامل وشافي. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.